يعني هذا الاستمرار بقصف المدنيين وقتل المدنيين يعني هذا مش حل. يعني إذا الدولة شايف هذا الفساد، يعني شايف إنه الأمور بلشت تفلت من إيده وتطلع من إيده، ومفكر إنه إذا بيستمر بقصف وقتل المدنيين بالشمال أو بأي مكان إنه عم بيعمل حل، يعني عم بيرجع سوريا لمربع العنف والقتل واللي الشعب السوري عم بيحاول يهرب منه. وامبارح اللي صار بحمص يعني هذا تأكيد على إنه في حدا مصمم إنه الشعب السوري ما يطلع من دوامة العنف ويظل يولد الأحقاد، لأنه هذا بيولد الأحقاد والطرف المستفيد منه واضح ومبين. واليوم يعني كان الرد بالسويد، الرد من الشعب اللي عم يطالب بالسلمية، واضح بأنه اجى وعمل دقيقة صمت على أرواح كل المفقودين وكل القتلى بسوريا. يعني الحقيقة لازم يدرك هذا الفساد، إنه الاستمرار معه صار أمر مستحيل من كل شرائح المجتمع، ومهما ولد من عنف ومن قتل ما هو إلا عم يأخر الوقت، يعني لا يقتنع بأنه لابد من رحيله ولابد من تغيير كامل بسوريا، يرجع للناس حقوقها ويرجع للناس حياتها الهادئة، حياتها المطمئنة، الحياة اللي فيها مستقبل لأولادها، لأنه الشعب السوري هيك ما عاد يقدر يستمر ولا عاد يقدر يتحمل.